نظم طلاب مدرسة الشهيد البكري بحي المصنع بمدينة عمران وقفة احتجاجية استنكروا فيها المجازر البشعة التي يرتكبها النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني واستهدافه المتواصل للمنشآت الخدمية والتعليمية والمصانع ومنازل المواطنين التي كان آخرها ارتكاب جريمة استهداف الأبرياء في مصنع إسمنت عمران. واعتبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن همجية العدوان واستهدافه المتواصل للمواطنين ومقدرات اليمن في تدمير ممنهج لكافة مقومات الحياة سعيا منه لإخضاع أبناء الشعب اليمني لن يزيدهم إلا تماسكا وصمودا في وجه العدوان الإجرامي. وطلب المحتجون المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن النظام السعودي وجرائمه الإسراع في اتخاذ موقف إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار وإيقاف نزيف الدم اليمني. ختام النشرة تذكير بأبو